الرحمن لما قعوا فيه أشعر بإطمئنان. إن له لحلاوة وعليه لضلاوة، نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قراني قراني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. فهو لقلبي رحمن وهو لعقلي حكمة، فهو لقلبي رحمن وهو لعقلي حكمة، وهو لكل الأمة دستور رباني. قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. نزل به جبريل للمختار يقول، نزل به جبريل للمختار يقول اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان. قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. فبدأ خير الخلق ينشر دين الحق، فبدأ خير الخلق ينشر دين الحق باللين وبالرفق وبآي القرآن. قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. أقرأ بتدبر وخشوع وتفكر، أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني. قرآني قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي أنزل القرآن، الحمد لله من اتقى الله حفظه ونجاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عميا وآذاناً سما وقلوباً غلفة. من اتقاه وتوكل عليه جعل همه فرجا، من اتقاه وحفظه يجعل الله مخرجا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مريا كوانزا بعون الله حفليتو إنانسكا تنعزا سسا، وإن شاء الله عندنا ضيوف مشايخ كوانزا السلام يا وقت بلي ملا حضور. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية إن شاء الله بلي بلي ولا وتوتم بلي وتكون حفلة لمدرسة أبي بن كعب تنا كريم شيني إن شاء الله تنا عزا برامجين يتو سعيد بلي نهدليا بلي بلي يتعزك أساس سعيد na tutaita wale watoto ambao tutaanza Qur'an, mmoja katika wanafunzi watusomee Qur'an. Somali baada alhamdulillah intihamiyadi wihi wasoo bognay xaaladani habladeed insha Allah wayno bilaaban doonta si toose xulmada inay suugayna mashaaqti wayno yimaadeen sidoo kale waa bilaabayna barnaamijka ugu dagaalayna waxaana ku bilaabayna insha Allah will
إن شاء الله قرآن يوسف أحمد فليتفضل مشكورا ليقرأ لنا قرآن بنا كفر دون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. طيب سيدك لو حين وحي يا حمزة أحمد وصلنا في دور خطبة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من أتقاه وتوكل عليه. وأشهد أن محمدا عبده من أتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إعلام الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وأجلها نعمة الإسلام ونعمة القرآن. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. عباد الله إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يسره الله لنا هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك. فلا ينجو من عذاب الله ولا يفوز برحمة الله إلا من تمسك بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا يسره الله سهله علينا وأمرنا بالعمل به والتمسك به. فيه الهدى والنور، فيه الشفاعة، وفيه الرحمة، وفيه الهداية. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو القرآن. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا إنه حجة الله علينا. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فلنرجع إلى كتاب ربنا ولنتأمله ولنتدبره. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو كتاب الله فيه السلامة من الفتن فيه النجاة من النار، فيه السعادة الأبدية، فيه الخير كله، بشيرا ونذيرا وهدى ونور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين في كل ذنب،
واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاه الله خيرا حمزة سينا وين أخرين خطبة دين على قصينا ويكتب وحين وحيقة إن شاء الله نشيد إن قادنا نعينا قبل إن شاء الله فليتفضل خير السفر. أولا نحييكم بتحية الإسلام وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ميمونة أحمد، نحن طالبات من طلاب مدرسة أبي بن كعب، ونريد أن ننشد على مسامعكم أشدة التي هي بعنوان قرآني قرآني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. إن له لحلاوة وعليه لضلاوة، إن له لحلاوة وعليه لضلاوة. نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. فهو لقلبي رحمن وهو لعقلي حكمة، فهو لقلبي رحمن وهو لعقلي حكمة، وهو لكل الأمة دستور رباني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. نزل به جبريل للمختار يقول، نزل به جبريل للمختار يقول، اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. فبدأ خير الخلق ينشر دين الحق، فبدأ خير الخلق ينشر دين الحق، باللين وبالرفق وبآي القرآن. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. أقرأ بتدبر وخشوع وتفكر، أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. فهو كلام الله ربي جل علام، فهو كلام الله ربي جل علام، قد حفظ ورعاه من دوما يرعاني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر بإطمئنان. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين وحياتنا إن شاء الله نشيد ديوان غيزني. والآن إن شاء الله وحين وحية كلمة لأحد المشايخ، كلمة أين وحية إن شاء الله لشيخ هنا شيخ فضل فضل مشكور بكلمتك نرحبك شيخ هنا إن شاء الله. وأنت العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا فسلام الله عليكم ورحمته، بعد السلام الله سبحانه وتعالى أيين قم هذين
اسكوكن كيني ميشن اما مكان كان طاهر كاه الله تبارك وتعالى كلي يسلو عبد جل جلاله ميشني واما مدرسة دي النبي ان عليه الصلاة والسلام قرآن كاني وقرآن النبي محمد كتب عليه الصلاة والسلام رنتي قلبي مركان أركي ويليار في سورة المريم الله تبارك وتعالى قول كيسي سفع عنك لنغيا رنتي قلبي سفع عنك خشوعي لماذا أن خشوعي وحن خشوعني وحلو فرحة أما خشوع له مركز أردت عنك ير و الله تبارك وتعالى دينتي ساخرنا هي تبارك وتعالى إلهي دينتي سكفر أحسن إلهي دينتي سكون نشيديني إلهي دينتي ستبارك وتعالى مع معانسني كنتي مركز الفرحة فرحة ما تطبع اللبة هي إنو كفرحان وفرحة أيها الإخوة ما أنت وحك لي تذكو كفرحان شهادوين كلئيا مالك لئيا بلايا كلئيا مالا لسكوية ماذا له فرحة لكن قرآن كي النبي أن اللدب عليه الصلاة والسلام وكذلك أنزلناه إليك آيات بينات وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا روح من أمرنا نبي أن لليا عليه الصلاة والسلام روح أيام كود من الروح وقرآنك روح ووحو يبرشد قرآنك وكو عمل فلك قرآنك وبرشد سيدي رقلتي سوال لي لماذا قرآنك ما أنت اللوح الدور لأيهي وضدك قرآنك يا إلمها يا دين تيدي رقل لأيهن لأنهم ما فهموا قدر كتاب ربهم تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى قدر كيسا إيا قرآنك ويندي سنبي محمد بافامي عليه الصلاة والسلام سيدا دراد يد واحد قرن إيسان مالين مالما أكم إذا النبي أن عليه الصلاة والسلام سحابي مؤير اللو يقان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه مركز ويحو كير عبد الله يوكالي نبي مؤير عليه الصلاة والسلام لبيك يا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مركز نبي ويحو كير سحابي قاسي اقرأ علي القرآن والقرآن كي يقول الأخير نبي كير عليه الصلاة والسلام مركز وحيري عبد الله المسعود وحش وضيبيري نبي قال كحش وضي عليه الصلاة والسلام مركز وحن قويري أقرأ عليك ما أذاك قد الأخرياء والحال قد أنزل أظل قد تشير نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز نبي وحيري رها يقول الأخر وأنا أحبه أن أسمع من غيري قفك لئي ضدك لئينا كم مقلان شعلها أخر قويري نبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي كاسان أخريه يري في سورة النساء أيام بلاوي مولاي صحابي عبد الله بن مسعود يعني وحوي مركاسان مركان قال فكيف إذا جئنا بك يعني وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آيضها مركان أما آيضا أن مره يو يا وحان أركيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام عين إنديه سؤالين هيا أركيب النبي عليه الصلاة والسلام مركان فيري مركز وحي يري النبي محمد حسبك الله كجوجي يري النبي عليه الصلاه والسلام قرر الانسان النبي محمد حقه هي عليه الصلاه والسلام قران كان يا سؤاش كطبيسا يا مال النبي محمد انه امانه هي عليه الصلاه والسلام اسوق مرخاتي كو ادي كان هور فديا قران كان لين ويدين يا سي عمل فشل امتا ده ام مسا جنده غليس النبي محمد عليه الصلاه والسلام ام مسا دلاليسا ام مسا غير كي قران كبرتا ماشاس أمضوا ترتب بالكجرات نبي محمد مالتاس إيمانه يا عليه الصلاة والسلام والله هو فرح يا نبي أنه عليه الصلاة والسلام أدي إلهي كان تبارك وتعالى إنت أرى حفاظة إنت أرى آياتك على تبارك وتعالى بقد ليس إنت أرى قيام أمرك يتغال ليه اقرأ يعني أخري وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا آخر مرة تكتان إلمها يرى قرآنك كنت ذلك أما قفك وينك قف ويني قف يربها هذا
وحال ليها قرآن كأخري ضد بلن أخري لقوم كرمت يا أخري بالقولي يا سون نبي قرن نشجع عليه الصلاة والسلام مركز واحد القولي يا فول ودرجة جنة الكر ورد القرآن ككلا دك دك سلا الدنيا ذو أخرين ترتيب القولي يعني فإن منزلتك عند آية عند آخر آية تقرأها منزلة هذه الدرجة جنة كل هذا هي وآية أطم بيس الأخر ذا يقول يا سو نبي كنور شجع عليه الصلاة والسلام والله لي الصلاة والسلام ترتمم ما دام جنة الوحي لي قرآنك أدون كان الله تبارك وتعالى ويريهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يا الدنيا ذي وطنها وطنك وراكسنك إله يكون ذا يابلي تبارك وتعالى يا ويخرجهم من الظلمات إلى النور مبديال كدتك كتيرا مبديال كمعاصرة مبديال كهيسها مبديال كخير لعانتا مبديال كيعني فنكدر رضا يوحى صوت أبو قراب يكسر أيام لي إله تبارك وتعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور يعني الظلمات كإني سارا يا مكتب إني سارا يعني أمورك إني سارا يا مكتب يكسر يا قراب سيدة درادت تذكري وذكى أهل الله نبي وحير أهل القرآن عليه الصلاة والسلام هم أهل الله وخاصته مرائد مثل نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أقب تذكر ما تيني تذكى إلهي يا تذكر كرامي وقدرية يا ملاهي كجرا هو إلي واسعية يا معلمين أهل القرآن حفاظ الدين إلهي قدرية تبارك وتعالى لا تليل مي لكن النبي أن عليه الصلاة والسلام وقت يسي تدك أهل القرآن كا دين تشرف بإلهي قرآن كشرف بولها تدك حفاظ أهل الدين يعني وحي وقت النبي عز إلهي يعني عليه الصلاة والسلام لكن ما أنت وحي القولي يهي يعني وحي وحي حقه وكسو بحي برفصور ميهي يعني وحي وحي مدرسة بل وحي ما أنت تاغن عنقي أسدو يرون نشو مركز وحنا قاضي مركي ولادك يمدرسة لقين لها وحال لقينا يا عوا وحي ناصر ايو بلايا ايو كيتشيتي ايو وحال وانا قرنين بلقيني حقا ودعونا قرن يا اهوي افكي سيدين تيله اللي قم بلا بلا تبارك وتعالى هده ومركي مركة تشتكي كخلطو او وطدي هاقاك سند اي كدو انتو باي وحي لا ذا الدبسية ذا ايا معلمين تار المية وحفان زين مايا الله خربي الله وطدي توصنا كل حيي دوسيه معلم كجيه قرآن كذا قدري دين تمركو كورنا ما يه قرآن كويف ديو كديمنا مركز وحوي مش هذا كلام يتوس وحاصل المحاولة ياي يعني قدر كقرآن كوحوي يعني آدي آد لا يؤي نقولي توياها معنا معلم ما كم بذا وحوي قط عادي يعني وحوي حتى عبورت دوسيه تغطي المها إن والدين تو قرآن كأي سنقدرين أما قرآن هو سنقدر بل الله يوقي ويلير بأي من ويسلامي شيخ السلام عليكم وعليكم السلام بعد السلام ويقول الشيخ القرآن كان بامبران ما لو بقول إيا بقل بليلة ورتاقية والله يقول قراعي هذا القرآن كان برتو نحان هلا هي فائداء أو خير هون ليه أنا أقول لك هذا كان بحو مركان لما يبرين مري أما سكندري أما جامعات أما إلى آخره وحوى مختار بان نقول بل قل أورنج رين نارس ما كسيد دين مع ترى هذا ملك لا تمحي هاي ده هلب بودي لكن هل كان بول بانو لما ذي وح نقول دونا ما قاري ولا ذو حيشك أدر هذه عيونك ما تفكر في رأي ولا الفكر كأن تفكر في فت عيونك وح نقول جواب وقروي يعني وعنو فكري ما لبدا وحكفر شيء سؤال مقنع أو كقنع ربع وحاري آذر خير الله كسيه قرآن كني هداد برطو وحاوي أدكو عمل فشو أو إلهي أكو أقبل تبارك وتعالى ورتمركو كوبا جنة ذهلي درجوني كجنة أسر ريات جوكتا انت امرك لغا سو ريبره waxa weeye macallim baad noqono diinta ilaahay masajidaha iyo diinta ilaahay culumaad noqonaysaa qadar baad yeelanaysaa in la qadariyo noqonaysaa waxa soo dhal marka maxay u imaaneysa ilmu inaysa u fakara waxay ka arkayaan bay'ada iyo guriyaha walaalayaal marka quraankeena aan qadarino
قرآنكنا أن شرفنا إلمها وحوى أنو كتر ترسلنا الدين تبعان كذا وإلمها مركة قرآن كي الدين تلبرها يا وحوى يدير رجالين بدل هلا سيو أو وحوى يا معلمين تلفت وده هلا دير رجاليو أو دكسية ذا يا ملا وحلو كبر تكرر الله قادم معنا هنتي وده ماذا عربي ذا إن بدل أنو أنا أركي ملا هن هذا كي يا ملا هني مدارس ملا هي كتيرة واقع واسع سين لكن هذا واحد أركي سا مال يرأو وحوى يقول يرأو وحوى يصدح بتنا عند مين يا علمي كتيرة صدح بتنا يا واحد كوه رئيسا تقريبا كنت العلوم أمل لحنا تذكى علمها صدلي أما علمها ماشى وحى رئيسيهم مظل بين تاس وقرافية بامور عد بالأردي سكولة مركا الأربطوة تقانانا كوانتوية كيو مالها مركا تكتا كل أدنكا بإغي يقانا والله يابي لكن القرآن كما كانت في رسو يعني نمت في أريق خاصة وحيا لا يعجبه لبقى آذوا ليامي ومعنى القرآن كهلا واسعي ومعلمين تم ملاه وحكود لها هيا نهلوه ويني وكتابك الله تبارك وتعالى أنكر وقانه مركز إلهي كرنه قادة يا تبارك لكن كتابك إلهي هذا أنكتش يسنه وآخر سنشي يسنه يعني قدرين تيسا أنكتش يسنه الله تبارك وتعالى هو اسمه نوديك الله تبارك وتعالى أمره كسيدني ليه؟ لأما لأن كلام كسيبا ضيعا الله تبارك وتعالى علاق بإني كيانيا ليه لأن كتاب كسيبا لغتك سبحانك أسمع كتاب كان قدرينه وكره قادنه وقفك كتاب كان قدرين إلهي ما قدرينه تبارك وتعالى والله النبي وحكسوا عليه الصلاة والسلام ما لو حد عنده النبي عليه الصلاة والسلام قفك وصيحا سبحانه مركة هميك انت صيحة آت سوك عدو كتاب كان ببل أردي المنطق المخرئي جوسا كسي داية كالي ما بلغوا النبي يقول القرآن كي يوطن بكمية لبا حاشي عطبا تالو النبي عليه الصلاة والسلام أين القرآن؟ فهنت وحي لنا برق الناس آوي ورآوة والضحاء ورآوة بقرة ورآوة العمران حقا كم بحضي والكتاب كم حيث أحشد هو المدعي نبي صلى الله عليه وسلم يرفع القرآن قرآن كوال لقال دور ابن صلى الله عليه وسلم قرآن كان تلك عياري التيفية دا لعركة ذات دامين دول حافظة حوالا لقم رتقادان تغيرون هندي إيه بلاية إيه بلاية ملك سعطاء أفر كتاب بكرك كسار قدرات صدح كتاب بارتناش كبركة إيه ماشا أسارا بلاية كفر سنج عرور تأسكت تورتوري قرآن كبرك مكسان لو قدروا يا إلهي تبارك وتعالى قرآن كسان قدر كلم في سمانية رب تبارك وتعالى ويسرى للقرآن قرآن كوالا إنك قاضي إلهي حق بلقين يا تبارك وتعالى ولا بديل مني ولا قاضي مركز أوحد أقل ستان بوين يسان معنا صوت لكن تتكلم بري وايو تتكو كو عمل فلي وايو تفسير كي سلم بري وايو أولا هاسو نبال لبا هاي معنا سيدا تراد دينا كلمة دا قرنا رادا مرة بي وحاو وحاو وايو وحاو كسو قبقبين يا إن شاء الله تعالى قرآن كا أنو قدرين وحاو كالو كلمة اجيزين هيا معلمين تم مدارسها هي مدارسوية كبرتها المح أنو كفا إذا سنة هي جانس كان ليسية هي كلمة دا اللي إديني وحان ترجلين إن إلمها أنا لفتر كوضا إلا برا معاني دا قرآن التفسير القرآني سيدا صدع إن شيد ذا أقول لقين يين أما وحاو يويل كي العربي قو آخرين يين إلا برا معنى دا معنى ها قرآن أفهمه ما معنى هذه الآية حلو لجي ذا معلمين تنين بضل ما توحي قد ذا لا يلقى سيدا قرآن كاللوح افتسين لها أيها لك معنى بدن كيان بس يقول القرآن كم ركوا حفظيه لببري أما بالشوق أما مسحين القرآن قارومي أما واحد غير كيسا مت حافظ أو قرآن كي يقان أو سيجار كوبه أما واحد غير كيسا مت حافظ أو قرآن كي سيف عنو يقان لكن موسيقى ساس وخلق العصور وساس لي خلق حاجة كتيرة ما قرر يسا وحاجة كتيرة معناها وسفاهم واحد وحمارسية وسكرني سيدا تردد هذه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صحابة النبي قال القرآن كلام آيات أما شن آيات ما في شيء معناه هذا عمل فرق هذا إسلام قادم جديد سيدا تردد وإن لوتر تنسية علمها معاني التفسير كقرآن ككريم ك سيكون فهما هو هو هي معاني القرآن كفهما وحبلا بمركب بدل إسلام
عرورته واح بضم بقلب التلزة ووح شيء هادات معنيه سن فهسنتها يوات كذا تأثير بض وتذكر مثلا القرآن كبرك الله قاعدين يخشوا عوك الله قال أردت محيين يفهمون معنى القرآن القرآن كيف فهمي حتى أنا جن ووين وكله حتى حرم كو كله حتى حج كيو دويد الله يبقوا ما صنع مرة جوني وحيلها الملاحدة وحكم إذا مرك الله الطواف هاي ولا وريدي ضدكوا وخشوع سيئين وإلهي بمبرين وأويا هيان وقار قرآن بؤخرين أنك ضدكي